لحضراتكم في مباراة اليوم. المنتخب الإماراتي يلعب هذا اليوم بخالد عيسى في حراسة المرمى، خليفة مبارك، إسماعيل أحمد، مهند سالم، محمد أحمد، محمد برغش في الدفاع، خميس إسماعيل، علي سالمين، عمر عبد الرحمن في وسط الملعب، علي مبخوت يلعب بجانب اليوم المرة الأولى في هذه البطولة. يبدأ زاكيروني بمهاجمين، علي مبخوت وبجانب أحمد خليل الذي لم يكن جاهزا بدنيا 100% لخوض المباريات الماضية. المنتخب العراقي يسود الرافدين، جلال حسن في حراسة المرمى، علي مهاوي، أحمد إبراهيم، علي فايز، علي بهجت في الدفاع، علي حسني، أمجد عطوان، مهدي كامل، همام طارق في وسط الملعب، حسين علي، وأمامه أيمن حسين في قائمة المنتخب العراقي. اليوم من أوزباكستان عزيز أسيموف كحكم ساحة، يساعد أيضا المساعد الأول أندري سابينكو وغونيل تيمور في قائمة التحكيم. أنا نستمتع أكثر في الأداء. محاولة إماراتية، عمور يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بالرأس، وكرة فيها خطأ للمنتخب العراقي. خطيرة جدا للمنتخب الإماراتي، لكن بالسلامة إن شاء الله. جلال حسن تعرض لإصابة، بالسلامة إن شاء الله. احتكاك كان في اللقطة الماضية مع إسماعيل أحمد على ما يبدو. شوف اللقطة، عموري يلعب الكرة العرضية وبعد ذلك ارتقاء رأسية من خليفة مبارك، إصابة بالسلامة إن شاء الله لجلال حسن. مناطق المحرمة طبعا لحارس المرمى، مناطق المخصصة لحارس المرمى، احتكاك مع حارس المرمى في مثل هذه الأماكن بأخطاء. شوف الاحتكاك اللي تم بين خليفة مبارك وبعد ذلك جلال حسن لتألق مرة أخرى، وأحمد خليل وبقية النجوم لإعادة الابتسامة للجماهير الإماراتية. هل أن العراق يعيد الفرح للشارع الرياضي في العراق ويعيد الحياة مرة أخرى والابتسامة والاحتفالات والتشجيع والمؤازرة وتوحيد الوطن؟ في وسط الملعب مهدي كامل، أمجد عطوان، تمريرة خاطئة عند علي مبخوت، خطيرة للمنتخب الإماراتي، بينية لأحمد خليل، عمور يلعب كرة مرتين. حلوة اللقطة الماضية للمنتخب الإماراتي لكنها لم تستغل، المثلث اكتمل بين علي وأحمد وبعد ذلك عمر، لكن الكرة سهلة سهلة، ليست كرات عموري، سهلة الكرة الأخيرة وبعد ذلك عند جلال حسن. أخطر فرصة، تصل الكرة الجيان، يوصل محاولة للمنتخب العراقي عرضية وفرصة داخل منطقة الجزاء، والكرة بعدها دفاع، لا زالت عراقية خطيرة، تسديدة بعدها دفاع الإماراتي. يا إلهي، حلوة من حسين علي لكن أجمل التغطية من جانب خميس إسماعيل. شوف اللقطة الماضية، خطيرة الكرة خلف المدافعين، مشروع هجمة عراقية كانت قريبة ولكن الدفاع الإماراتي يتدخل بعد ذلك، صافرة من الحكم وديد من النجاحات من الألقاب. لمسة جميلة، أحمد خليل عطياتي لأنه محاولة فيها تغطية، برغش مر، فرصة إماراتية. يا إلهي، يقول أنا مع العراق، وبرغش ضيع فرصة، كان معه مبخوت في الانتظار، كان عنده مبخوت لكني حب أن يسجل. تأخر في اتخاذ القرار، عيون مبخوت على المرمى، عيون علي فايز العراق، علي فايز يلعب الكرة مباشرة ولكنها بعد ذلك يبعدها خالد عيسى اللي كانت بجانب حصني. هذه عادلي، محاولة عراقية من علي فايز لكن يبعدها لخالد عيسى بقبضة يده. عمر على تنفيذ الركنية، عموري وانتظار وهجوم إماراتي، عموري يلعب الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، والكرة بعدها دفاع، خطأ من حارس المرمى، كادت أن تكلف العراق كثيرا، تسديدة أخرى لكنها تبعد من الدفاع، لا زالت على حدود منطقة الجزاء، الدفاع العراقي يتدخل والكرة تحولت في جهة اليمنى. خطأ الشوط الأول، شوف اللقطة كانت عادية سهلة في يده، ارتبك وضاعت منه الكرة، وفي الأخير فرصة لم تكتمل للهجوم الإماراتي. صافرة الحكم تنطلق في هذه الأثناء، عزيز أسيموف ينهي الشوط الأول بهذه الوضعية، بهذا التعادل. بين هل من توفيق ونجاح المنتخب العراقي في اختراق الدفاع الإماراتي؟ أسئلة كثيرة تدور مع اختراق شوط المباراة الثاني. لم يغب بدون تركيز، محاولة من علي فائز، تحرك عراقي، كرة طويلة خلف المدافعين، خطيرة المنتخب العراقي، كرة ولكن الدفاع لا زال يتدخل، خطيرة الكرة. اللقطة الماضية من مهدي كامل، لمسة جميلة يا أيمن حسين،
حسين وجد نفسه محاصر بمجموعة من المدافعين، عمل تعطيل تكتيكي في انتظار القادم من الخلف، الكرة القوية تزيد بعد ذلك، حصري يحاول يصل الكرة، حصري مر خطيرة للعراق، حصري عدى بكرة. سعودية كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، فرصة بالرأس لكنها بعيدة بعد ذلك منهما طارق، وفي الأخير إلى ضربة مرمى. أحمد يحاول مرور لمسة باتجاه عموري لمبخوت في المساحة، خطيرة للإمارات، مبخوت يحاول، مبخوت مر، مبخوت لعبها لكنها عند الحارس. بعد ذلك في نص الملعب ممتازة محاولة للمنتخب الإماراتي، سالمين، سالمين قوية. اللقطة الأخيرة للمنتخب الإماراتي، الله، الهدف يأتي من كرة ثابتة لملعب، هذه بينية خطيرة، حسين علي داخل منطقة التسامح، وكرة بعيدة بعيدة جدا، وفي الأخير إلى ضربة مرمى، قد تشكل كثير من الخطر، الكرة بالعالي فايز داخل منطقة بالرأس لكنها عند خالد عيسى، بثبات خالد عيسى، بقوته، بشخصيته، على من الترقب والانتظار. حسين علي يحاول مع هذه الكرة للعراق، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بالرأس لكنها بعيدة، وفي الأخير إلى ضربة مرمى. لعب المعقد إسماعيل، حمادي يحاول، حمادي مر، إسماعيل مع عموري، إسماعيل يلعب كرة، تمويه جميل، بينية لمبخوت، مبخوت، والعراق في نصف نهائي خليجي 23 بعد أن شاهدنا شوطين انتهت بالتعادل السلبي، وبعد ذلك البحث عن هدف الحسم ربما في الأشواط الإضافية، وإلا فإننا سننتظر وإياكم حسم الأمور من علامة الجزاء. ستبين العراق محاولة على حدود منطقة الجزاء، مرور جميل وكرة عيسى، يا إلهي خطيرة لأسود الرافدين، مهاوي مر، مهاوي يلعبها بينية لسعد الأمير، وسعد الأمير أمام التغطية وفرصة بالخارج منطقة الجزاء لكنها فيها تدخل من مسافة بعيدة بعض الشيء، عموري يلعب الكرة، عموري مرت بمحاناة القائم، يا إلهي. آخر شوط الإضافي الأول، عمر على تنفيذها، عبد الرحمن عرضية القائم الأول، تبعد فرصة والتألق حارس المرمى على مرتين، يا إلهي. المشجعين إذا تمكن فريقه من التسجيل، جميلة من سعد الأمير، كرة بالرأس، يا إلهي خلصها مهند سالم، الله الكبير. لقطة الختام في مباراة الليلة، شوفها على بالرأس، وين مهند، وين مهند، وين سالم يتدخل في اللحظة الأخيرة، مهند سالم، الإمارة ستبقى في كأس الخليج. عموري آخر كورة، آخر كورة، آخر كورة عربية، مبخوت بالرأس، بعدها الدفاع في اللحظة الأخيرة، وبعد ذلك صافرة من الحكم وخطأ على علي مبخوت، كانت الكلمة الأخيرة لكنها لم تكن إماراتية في اللحظة الماضية على الأقل. كلام وعلى أرضية الواقع سنشاهد ما يحدث والأفعال بين حارس المرمى المتألق خالد عيسى والبديل دخل في شوط المباراة الثاني على الزهرة، أو في الأشواط الإضافية على الزهرة، وخالد عيسى على الزهرة، عيسى، يا إلهي، خالد عيسى يواصل التألق، ما في هدف في مرمى، لا يمكن هذا الشيء يا خالد عيسى، مش طبيعي ما شاء الله. شوف اللقطة مرة أخرى، تألق في المباريات الماضية، لم يدخل مرماه هدف، وفي ركلات الترجيح الركلة الأولى يصدها خالد عيسى، ما عنده نية يتنازل ويسمح لأحد بأن يسجل في مرماه، بطولة كبيرة يقدمها خالد عيسى، هل يستمر كذلك؟ الركلة الأولى ضاعت من المنتخب العراقي. الآن الدور على نجم الهجوم الإماراتي، هداف الأبيض الإماراتي في الكثير من البطولات وفي العديد من المباريات اللي تألق فيها وفي الكثير من الأهداف اللي سجلها وكانت صعبة ومعقدة. الركلة القادمة لعلي مبخوت، علي مبخوت أمام جلال حسن اللي قدم مباراة كبيرة هذا اليوم، جلال حسن سد الكثير من الكرات الخطيرة للمنتخب الإماراتي،
الهداف علي مبخوت، الحارس المتألق جلال حسن، الكرة الإماراتية علي مبخوت يلعبها، هدف إماراتي، ركلة إماراتية ناجحة. وبعد ذلك الأمور على ما يرام بالنسبة للأبيض الإماراتي، أولا من خالد عيسى لعمل اللي سهل المهمة على علي مبخوت. بصراحة دخل بيها صاب مرتاحة بعض الشيء، لو كان هدف العراق ربما الضغط يكون أكبر على علي، لكن رغم ذلك شوف كيف نفذها علي مبخوت. هذا يا جماعة هداف بالفطرة، هذا يعرف طريق المرمى وهو مغمض العينين. الآن ركلة عراقية، صاحب الخبرة الكبيرة سعد الأمير لتنفيذ الركلة العراقية الثانية في مباراة الليلة. سعد الأمير أمام خالد عيسى، الجماهير العراقية، نجوم المنتخب العراقي، ترقب وانتظار. هذه الركلة ستكون صعبة بالتأكيد، اللاعب اللي عنده خبرة كبيرة، هل أن لديه أعصاب الحديد؟ هل أن لديه التركيز العالي أمام حارس متألق؟ هل أن خالد عيسى يواصل التألق بعد ذلك ويمنع المنتخب العراقي من تسجيل من ركلة الترجيح الثانية؟ سعد الأمير، خالد عيسى، ترقب وانتظار. سعد وخالد عيسى في مرمى سعد يلعبها، هدف لسعد الأمير. يا إلهي يا إلهي يا سعد الأمير، حلوة الركلة، جميل الركلة للمنتخب العراقي. نشوف الخبرة الكبيرة أمام تألق خالد عيسى اللي لم يدخل مرماه هدف، ها هو دخل هدف بطريقة إنكا. الهدف العراقي أو الركلة العراقية الناجحة، سعد الأمير ضربة تعيد الثقة بصراحة بهذه الطريقة، تسجيلها للمنتخب العراقي. عمر عبد الرحمن، النجوم الكبار، الأسماء الكبيرة، الموهبة النجومية، التألق، الأداء الممتع، صناعة اللعب، قطعة فريدة من نوعها في كرة القدم الخليجية. لكن قبل هذا كله لا تنسى أنه مارادونا وضع ركلة جزاء وباتشيو وبيلي وغيرهم، لكن عمر لديه الفرصة لإبقاء الإمارات متقدمة في النتيجة. يا عمر أمام حارس المرمى جلال حسن، عموري وجلال حسن، عموري وجلال حسن، عموري يا لعيب، حلوة من عموري، حلوة من عموري في الزاوية البعيدة لتبقي التقدم إماراتي. ركلة ناجحة للإمارات، ركلة ناجحة واحدة للعراق، تبقى النتيجة 2-1 على مستوى ركلات الترجيح. أقصى الزاوية بدون ردة فعل من جانب جلال حسن في ركلة الترجيح الثانية للمنتخب الإماراتي. ركلة تعطي الكثير من الثقة للأبيض، لعموري، لخالد عيسى، للجماهير. وننتظر لاعب القادم على تنفيذ الركلة العراقية، همام طارق على تنفيذها. الركلة الثالثة لأسود الرافدين، همام طارق أمام خالد عيسى. العراق من أجل البقاء في أجواء البطولة، هما أمام خالد عيسى يلعب. وين راحت؟ وين راحت يا همام؟ بعيدة 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 جدا، وضاعت على العراق، ضاعت على العراق. وبعد ذلك اقتربت أكثر من المنتخب الإماراتي، همام طارق لعبها بعيدة جدا، وفي الأخير المنتخب الإماراتي يبدو قريبا جدا من بلوغ النهائي. لها من خيبة أمل من اللاعبين بعد إضاعة هذه اللقطة من جانب همام طارق. الركلة القادمة للإمارات إذا سجلت تقريبا يمكن القول الإمارات ستكون في النهائي. لذلك خميس إسماعيل يحمل مع أمال الإماراتيين ببلوغ المباراة النهائية والبحث عن مجد جديد. الركلة الترجيحية عند خميس إسماعيل، خميس إسماعيل أمام جلال حسن يلعبها، هدف إماراتي، ركلة ناجحة للإمارات. وكان الكرة حبت المنتخب الإماراتي، شوية فيها حظ، فيها شوية حظ، اسمح لي يا خميس إسماعيل. سنشاهد كيف جاءت الكرة، شوف أرضية الملعب كانت صعبة، لا حلوة حلوة من خميس إسماعيل، وخدع فيها جلال حسن ولعبها في وسط المرمى ليسجل المنتخب الإماراتي. ركلة ثالثة ناجحة، ركلة ثالثة ناجحة. وبعد ذلك العراق أمام هذه الركلة، هل أن خالد عيسى يواصل تألقه يقود الإمارات إلى النهائي؟
صد هذه الركلة كفيل بذلك، نجم هذه البطولة الأول على مستوى حراسة المرمى. خالد عيسى في مرمى وواحد من نجوم هذه الليلة أمجد عطوان ليبقى أمام العراق. أمجد عطوان وخالد عيسى، أمجد ركلة للعراق أمام خالد عيسى، أمجد يلعبها وهدف عراقي. ركلة ناجحة حلوة من جانب أمجد، هدف عراقي ونجاح المنتخب العراقي في هذه الركلة. وصلوا متأخرين، هل فاتهم كل شيء؟ سنتأكد من ذلك مع الركلة القادمة، الركلة الحاسمة، الركلة التي ستقود الإمارات إلى النهائي إذا سجلها اللاعب القادم. إسماعيل الحمادي على ما أظن، ولا مين اللاعب القادم؟ محمد برغش. إذا سجلها برغش الإمارات في النهائي، إذا سجلها محمد برغش الظهير المنتخب الإماراتي سيصل لنهائي البطولة المرة السادسة في تاريخه. محمد برغش يلعبها والإمارات في نهائي خليجي 23. منصور يا الأبيض، برغش حسمها من علامة الجزاء. مبروك يا إمارات، مبروك لعيا زايد، مبروك الإماراتيين، مبروك لنجوم المنتخب الإماراتي، وهارد لك من القلب يا أسود الرافدين.